والله لو تعرف علي أحد المسلمين لقتلني ومثل بجثتي. والله يا زوجي ما عهدناهم يمثلون بجثث القتلى. ربما لأنهم لم يجدوا فيها جثة عكرمة، فكم آذيتهم. نعم آذيتهم كثيرا، فابن أبي الحكم أشد وألد أعداء المسلمين. وماذا أنت فاعل يا عكرمة؟ سنذهب إلى البحر، سنهرب، ربما وجدنا بلدا آخر يؤوينا. هيا أسرعي يا امرأة. أما أنا فسأبقى مع رسول الله. تبقين مع رسول الله؟ نعم سأبقى مع رسول الله، وسأدعو الله أن يهديك وأن يسامحك. وكان عكرمة من المشركين الذين خانوا العهد وآذوا رسول الله وأصحابه كثيراً. فداك أبي وأمي يا رسول الله، هرب عكرمة خائفاً منك، فهل لك أن تؤمنه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو آمن. الله أكبر الله أكبر، عفا رسول الله عن زوجي، عفا رسول الله عن زوجي عكرمة. الله أكبر، فداك أبي وأمي يا رسول الله، فداك أبي وأمي يا رسول الله، عفا رسول الله عن زوجي، عفا رسول الله عن زوجي عكرمة. الله أكبر. يا أم حكيم، ما لك تسعين خلف رجل يهرب كالفأر؟ ماذا تقول؟ إنك امرأة جميلة وتستحقين من هو أقوى منه وأشجع. والله يا عدو الله، إن اتبعتني لجعلت منك عبرة لكل خائن دنس. ماذا فعلت يا امرأة؟ تحملت أم حكيم الصعاب والمخاطر وشقت طريقها إلى زوجها أملاً في اللحاق به وهدايته إلى الإسلام. قل. أي شيء أقول؟ قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. والله ما هربت إلا من هذا. يا ابن العم، يا عكرمة، يا عكرمة، يا عكرمة، كيف وصلت إلى هنا يا أم حكيم؟ أوصلني الله يا ابن العم، وقد جئتك من عندي أوصل الناس وأبر الناس بأهلي وخير الناس. محمد رسول الله يا عكرمة، فلا تهلك نفسك، فقد استأمنت لك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أمنك. محمد أمنني أنا؟ نعم، هيا يا عكرمة عد معي إلى رسول الله، عد معي إلى رسول الله. أخبرك يا الله، شعر رسول الله باقتراب عكرمة فقال لأصحابه: يأتيكم عكرمة بن أبي جهل مؤمنا، فلا تسبوا أباه، فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت. وثب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاستقبال عكرمة فرحا به وأجلسه بين يديه. يا محمد، أخبرتني أم حكيم بأنك قد أمنتني. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقت، فأنت آمن. إلى ما تدعو يا محمد؟
قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدعوك إلى أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتفعل وتفعل، حتى عدد له رسول الله خصال الإسلام. والله ما دعوت إلا للحق، وهو أمر حسن جميل. قد كنت والله فينا قبل أن تدعو إلى ما دعوت إليه، وأنت أصدقنا حديثا وأبرنا برا. أشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا محمد عبده ورسوله. وقد دعا رسول الله لعكرمة أن يغفر له الله كل عداوة عادى فيها عكرمة الله ورسوله. والله لا أدع نفقة كنت أنفقها في صد عن سبيل الله إلا أنفقت ضعفها في سبيل الله، ولا قتالا كنت أقاتل في صد عن سبيل الله إلا أبليت ضعفه في سبيل الله. يظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعفو ويسامح بلا حدود، حتى مع ألد أعدائه، فكلما عفا وأكرم كلما انتشر الإسلام وزاد عدد المسلمين ودخل الناس في الإسلام أفواجا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يخشى حتى أن يسمع عكرمة ما يؤذي أذنيه، فيمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة من سب أبيه وهو أبو جهل الجهول عدو الله والرسول. رحمة رسول الله وعفوه كانت الباب الأوسع للإيمان الحق، فيتحول العدو إلى حبيب. وليس أدل على ذلك من صفوان بن أمية المشرك ناقض العهد، فقد أمنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد هرب فلحق به عمير بن وهب.